بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لازلنا في هذه الحلقات نرد على الشبه اللي بتثار حول الطعن في السنة النبوية المطهرة، واللي بيقوم أصحابها متعمدين أو حتى غافلين إن بالتكذيب الحقيقة بالسنة، وما ذلك إلا تكذيب برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أهل الشرك وقفوا أمام الوحي الشريف ولم يصدقوا بل كذبوا، فهناك بعض من المنتسبين، يعني هناك بعض من المنتسبين إلى الإسلام قد وقعوا في تكذيب الوحي الشريف حينما أرادوا أن ينالوا من سنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، سواء بالطعن في السنة أو بالتقليل من شأن السنة أو بدعوتهم إلى إهمال السنة أو بإثارتهم لكثير من الشبهات الكاذبة حول السنة النبوية المطهرة. والحقيقة وقت ما أثير هذا الموضوع، الشبهات التي أثاروها، كان ده صادف وقفنا في التفسير الموضوعي عند قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وإحنا ماشيين في رحلتنا في التفسير كنا واقفين عند قضية تكذيب المشركين بالوحي، وأثيرت قضية الشبهات ساعتها ضد السنة النبوية المطهرة، فتوقفنا قليلا في رحاب التفسير الموضوعي لسورة الحج، وقلنا نعيش شوية من خلال هذا التفسير وقضية التكذيب بالوحي إن إحنا وقفنا قليلا في رحاب مع رحاب السنة النبوية المطهرة، عشان نشوف بعضا من الجهد المبذول في عناية المسلمين بالسنة النبوية المطهرة. وده كان ظاهر واضح جدا منذ أو من عصر النبوة الشريف إلى وقتنا الحاضر، ومن حفظ الله تعالى لسنة
حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم أنه قيد للسنة رجالا ونساء أطهار من الصحابة الكرام والتابعين وتابع التابعين إلى العصر الحديث بتسير السنة عبر تلك الأجيال المتعاقبة في عملية ازدهار علمي دائم ابتدأت وابتدئت منذ عصر التأسيس وهو الزمن النبوة الشريف وانتهاء بعصرنا الحاضر وإلى أن تقوم الساعة. وممن تلقى السنة بالحفظ والفهم والتعليم التعلم والتعليم كذلك أمهات المؤمنين اللي شاركنا في تعلمها وتعليمها للمسلمين رضي الله تعالى عنهم. وإحنا كنا تكلمنا قبل كده ترتيبا كده خدنا عن دور أمهات المؤمنين بدءا بالسيدة عائشة لأنها كانت يعني محدثة بيت النبوة رضي الله تعالى عنها، أكثر نساء النبي تحديثا بالحديث ولها، وكانت عالمة فقيهة جليلة رضي الله تعالى عنها. ابتدينا بستنا عائشة، ثم ستنا أم سلمة، ثم السيدة ميمونة رضي الله تعالى عنها، وكل دول شفنا أدوارهم وجهودهم في رواية الحديث الشريف، ومش بس النقل دون الفهم، لا ده بدا لنا جليا من خلال المرويات وان احنا بنقف معاها انهن رضي الله تعالى عنهن يعني كانوا بيتلقوا الحديث بالفهم ويفهموا ويتدبروا المعاني، وليهم آرائهم الفقهية وليهم آرائهم في التفسير، ومش وقفوا بس عند مرحلة التلقي والتعلم، بل كذلك كنا معلمات رضي الله تعالى عنهن للناس جميعا، وكان لهن دور بارز في حفظ السنة النبوية المطهرة. اليوم هنتكلم، وأول ما هنتكلم عن بعض من سيرة السيدة أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كده إحنا ماشيين بالترتيب العلمي مش الزمني، الترتيب العلمي، لأن إحنا خدنا أكتر حد حدث عن رسول الله ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وبعد كده خدنا بقى تبع ستنا أم سلمة، ثم ستنا ميمونة، ثم ستنا أم حبيبة، وهي رملة اسمها كده الكنية بتاعتها أم حبيبة، عندها بنت اسمها حبيبة من الزوج السابق اللي كانت متزوجة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وهي اسمها الحقيقي رملة، رملة بنت أبي سفيان ابن حرب. وطبعا أبو سفيان معروف أنه كان زعيم مكة وكان قائد مكة، وهي كمان ستنا رملة أو أم حبيبة هي من بنات عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس في أزواجه من هي أقرب نسبا إليه منها، كانت يعني رضي الله تعالى عنها زي ما قلت لحضراتكم قبل زواجها بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عبيد الله بن جحش، وكانت قد هاجرت إلى الحبشة في الهجرة الثانية، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يخطبها له بالحبشة سنة 6 للهجرة، فتزوجها صلى الله عليه وسلم، زوجها إياه النجاشي، ومهرها 4000. الحقيقة قصة زواج أم حبيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة شيقة ولطيفة جدا. وقبل ما أتكلم وأشير إلى قضية رواية الحديث، حبيت أن احنا نسترجع القصة لأن فيها ملامح قد إيه جميلة ومبهجة للنفس وطرائف في هذه القصة. أنه القصة كانت أنه أرسل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في خطبة ستنا أم حبيبة، وكانت ساعتها في الحبشة، وبلغ بذلك النجاشي، وأرسل فعلا إليها النجاشي مع خادمة له، الخادمة الخاصة بتاعة النجاشي اسمها أبرهة، عشان يخطب ستنا أم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الجارية أبرهة لستنا أم حبيبة: يقول لك الملك، تقصد النجاشي، وكلي من يزوجك. يعني النبي هي وكلت وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسلت خالد ابن سعيد ابن العاص فوكلته، وبعد ما جالها الخبر السعيد ده حبت تكافئ هذه الجارية اللي اسمها أبرهة الحبشية، فأعطت لها سوارين من فضة وخدمتين، وادتها كمان خواتم من الفضة كانوا بيلبسوها في أصابع الأرجل، اديتها كل
الذي معها سرورا بما بشرتها به الجارية. فلما كان العشي كما ورد أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن كان هناك من المسلمين، قال لهم تعالوا احضروا لأن دي مناسبة هو لازم هيقول فيها كلمة والنبي كلفه بأمر يعني. فحضر الجميع وخطب النجاشي وقال الحمد لله، الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم عليهما السلام. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي. النجاشي بيقول في جمع من الصحابة اللي ندلهم وهم في الحبشة، قال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا على طول سارعت بطلبه بتنفيذ طلبه. وبيقول وقد أصدقتها، اديتها المهر بتاعها اللي هم 4000 اللي زي ما جاءت بها الروايات، وكان مهر كبير وكان أكتر مهر مهرت به زوجات النبي رضي الله تعالى عنهن جميعا كان لستنا أم حبيبة. وبعدين جاب الدنانير النجاشي وسكبها بين يدي القوم عشان يشهد القوم على إن ده مهر ستنا أم حبيبة. قالت أم حبيبة فلما وصل إلي المال، المهر بتاعها بيدهولها، فلما وصل إلي المال أرسلت إلى أبرهة. أبرهة دي الجارية بتاعة النجاشي، الجارية الخاصة بتاعته، الخادمة الخاصة بتاعته. أرسلت إلى أبرهة التي بشرتني فقلت لها إني كنت أعطيتك ما أعطيتك يومئذ. أنا اديتك اللي اديتهولك بقى من الأساور والخلخال والخواتم الصوابع القدم، لأن أنا بتقول لها أنا أعطيتك ما أعطيتك يومئذ ولا مال بيدي، فهذه 50 مثقالا فخذيها. لا خدي بقى، طالما وصل الفلوس المهر بتاعي هي عايزه تكافئها لانها بشرى انه يتزوجها سيدنا رسول عليه الصلاه والسلام، فقالت لها فخذيها فاستعيني بها. فرفضت، ابت واخرجت حقا، حاجه كده شايله فيها تشيل فيها الحاجه، فاخرجت حقا وطلعت الحاجه اللي اديتها لها قبل كده ستنا ام حبيبه، فردت ذلك كله عليها وقالت عزم علي الملك ألا يعني إن أنا أخذ منك شيء، وأنا التي أقوم على ثيابه ودهنه. هي المسؤولة عن التوب بتاعه وعن العطور بتاعته، وهو قال لي إن أنا ما أخدش منك حاجة. وقد اتبعت دين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلمت لله سبحانه وتعالى، وقد أمر الملك، وهي بقى بتحكي لها الجارية بتحكي لستنا أم حبيبة إنه أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بكل ما عندهن من العطر. قالت ستنا أم حبيبة بتقول فلما كان الغد جاءتني بعود وورس وعنبر وزباد، كل دي أنواع من العطور الطيب الراقي جدا القيم جدا. فبتقول هو أمر كل النجاشي أمر نساءه بأنه يرسلنا بيجهز ستنا أم حبيبة عشان يبعتها لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بجميع جهازها. وهي بتقول أنه النبي كان بيشوف في الحاجات اللي أعطوهاني دي لما راحت النبي بعد كده، فكان يراه علي وعندي فلا ينكره صلى الله عليه وسلم. ثم قالت ستنا أم حبيبة لأبرهة الجارية، يعني قالت أبرهة لستنا أم حبيبة بعد ما عزمت عليها تاخد 50 مثقالا، فأبت الجارية وقالت إنه الملك عزم عليها إن هي ما تاخدش منها حاجة، فرجعت ترجع لها الحاجة، وكمان رفضت تاخد 50 مثقالا هذا المال اللي عرضته عليها ستنا أم حبيبة، تسرها كما سرتها بهذا الخبر السعيد بطلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها. وقالت أبرهة الجارية لستنا أم سلمة فحاجتي إليك أن تقرئي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وتعلميه أني قد اتبعت دينه. قالت السيدة أم حبيبة بعد ما قلت لها بعثت
معاها بتحية لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي بتوصف طريقتها معاها فبتقول ثم لطفت بي وكانت التي جهزتني، جهزتها الجهاز بتاعها يعني، وكانت كلما دخلت علي تقول لا تنسي حاجتي إليك. قالت فلما قدمت، ستنا أم حبيبة تقول فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بما أخبرتني به، وأخبرته كيف كانت الخطبة وما فعلت بي الجارية أبرهة، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرأته منها السلام، فقال صلى الله عليه وسلم وعليها السلام ورحمة الله وبركاته. لما بعث النجاشي بالسيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكمان الجهاز بتاعها معاها، كل جهازها كله من عند النجاشي، فلا يوجد الحقيقة تيجي تقرأ في السير لا تجد يعني، أو لا يوجد في نسائه صلى الله عليه وسلم من هي أكثر صداقا منها، كانت أكثر واحدة، أكثر مهر كان مهر أم حبيبة، ولا من تزوج بها وهي نائية الدار أبعد منها، لأنه النبي بعت يخطبها وهي وكلت من وكلته للقيام بالعقد في شهود وجود النجاشي، وهو اللي أخبرها بما أرسل به إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. المواقف دي فإنها توكل وإنها إنها تتجهز وإنها تنتقل من مكان للتاني، وكل هذه المواقف عاشتها أم المؤمنين السيدة أم حبيبة، وكل ده علم، تفاصيل الحياة دي بعد ما جت وبعد كده لما راحت وبعد كده لما دخلت بهذا الجهاز، كل ده تعليم للأمة من خلال يعني الحياة الكريمة التي عاشتها السيدة أم حبيبة وغيرها من نساء النبي رضي الله تعالى عنهن وعلى نبينا الصلاة والسلام. عشان كده روت أم المؤمنين السيدة أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث عدها بقي ابن مخلد فوجدها حوالي 65 حديث. قامت السيدة أم حبيبة بدورها في طلب العلم، نساء النبي رضي الله تعالى عنهن وعلى نبينا الصلاة والسلام، كل نساء النبي طلبنا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاموا بدور خطير في طلب العلم وتعليم العلم للناس جميعا. ده بجانب الحياة اللي عاشوها، السيرة بتاعتهم ناضحة، معاني عاشوها، المعاني دي كانت ترجمة فعلية للسنة وللقدوة الحية ما بين الصحابة. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام دونوها في الصدور والسطور، ستنا أم حبيبة لها دور عظيم في تعلم الحديث وتعليم الحديث كما سنرى إن شاء الله تعالى. ورضي الله عن أمنا السيدة أم حبيبة وأرضاها، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين، اللهم آمين.